يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجه بعض العلماء كابن رجب رحمه الله أن المراد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه أنها البدعة اللغوية، فلماذا لا تحمل على البدعة الشرعية؟ هل عمر يعمل البدعة الشرعية؟ هذه ناحية. الناحية الثانية، هل صلاة التراويح خلف إمام واحد أليس الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها؟ كيف تكون بدعة؟ لكن عمر أعادها كما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاب شيء من عنده، إنما أعادها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور وهو خوف الفرضية انتفى بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعوا على إمام واحد كل رمضان لم يخشى من الفرضية، لأن الفرضية إنما تكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته انتفت الفرضية. نعم.